ذكية ذكاء. والله كل الدنيا هذه الأشياء اللي ممكن أن نبحث عن ها شنو والله. يعني رجل يعني ما جاء واحد خطبني في يوم أجا قال لي أنت ذكية لولا لا والله العظيم ثلاث مرات سويت صح جو على هذا يكتشفه بعدين يا أبوي هذه يا أبوي هذه الحلقة راح تصير حلقة فضائية عندنا عدي وعندنا الله راح يلعب عدي هلا